نجدة قتلوا صباح اليوم في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية في العاصمة صنعاء. أضاف المصدر أن التفجير أسفر كذلك عن سقوط جرحى، وقامت الأجهزة الأمنية بتطويق مكان الحادث وباشرت بتحقيقات أولية. ينضم إلينا من صنعاء مدير مكتب الجزيرة سعيد ثابت. سعيد، هل لديك مزيد من التفاصيل حول هذا الانفجار؟ التفاصيل فقط أن القنبلة هي مزروعة في سيارة شرطة النجدة، كانت في نقطة تفتيش في جولة الحباري في شمال العاصمة صنعاء. قتل في أول الحادثة من شرطة النجدة، وأصيب آخر اثنان، ثم لحق الاثنان برفيقهم، فصارت الإجمالي الحصيلة ثلاثة. هناك أيضا مصاب آخر رابع، حالته حرجة كما قيل لنا من مصدر طبي. لم تعرف الجهة التي زرعت هذه العبوة الناسفة في سيارة الشرطة. الشرطة أو قوات الأمن طوقت المنطقة التي وقع فيها الحادث وباشرت في عملية تحقيقات وأيضا مسح للمنطقة والبحث عن أي قرائن أو أدلة تثبت هوية الجنات الذين زرعوا هذه العبوة في هذه السيارة. شكرا جزيلا لك من صنعاء مدير مكتب الجزيرة سعيد ثابت.